ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ طبعا انتوا عارفين انا مين. انا بيب، بطل وراوي قصة الصف الثالث ثانوي العام والازهر العلمي. طبعا حبايبي، طبعا اعتقد دي اول مرة تشوفوا بطل قصة بيتكلم معاكم. انا قررت اطلع معاكم كل فصل وحكي معاكم اللي بيحصل في كل فصل. يلا نبدأ على طول علشان انا عارف ان وقتكم مهم جدا. حبايبي، انا هبدأ قصتي كولد يتيم اللي بيربيني اختي وجوزها. طبعا ما اختي دي متجوزة على فكرة، واحنا ساكنين في ريف مليء بالاهوار في قرية كنت جنوب شرق انجلترا. على فكرة يا جماعة، انا شغوف جدا وياريت تبقوا زيي، ورومانسي جدا وبحب على طول بقلبي من غير ما افكر كتير، وده اللي بيحطني في مشاكل. حبايبي، دلوقتي انا عايز احكي معاكم بالتفصيل اكتر، ولكن قبل ما نحكي اكتر عايز اقول لكم ما تنسوش ان اللي كتب القصه دي الكاتب العظيم تشارلز ديكنز. حبايبي، انا عايش مع اختي، واختي اسمها ميسيس جو. ايوه، لان جوزها اسمه جو. حبايبي دايما بتبقى قاسية معايا، ودايما مختلفين مع بعض في وجهة النظر، ما اكيد عشان فرق السن اللي بيني وبينها. جوزها حداد شاطر وماهر جدا لدرجة ان جنود القرية بيروحوله علشان يصلح لهم القيود الحديدية، اللي هي القيود اللي بتقيد الأيدي. وعلى فكرة أختي دي أكبر مني بعشرين سنة، وده اللي بيعمل الفرق بيني وبينها في وجهات النظر. علشان كده يا حبايبي ما كانش في تفاهم بينا، وهي دايما عصبية معايا، وكانت بتقول إنها غير محظوظة لأنها اتجوزت من حداد، وكانت بتقول إني محظوظ لأن هي اللي كانت بتهتم بيا وبتربيني. بتقول إن أنا محظوظ عشان هي قال إيه بتربيني ومهتمية بيا، ولكن أنا شايف غير كده خالص، لأنها كانت بتعاملني بأسوأ جدا. وأنا يا جماعة على فكرة بحب كل الناس جدا وبتعاطف مع أي حد، وده اللي هيحطني في مشاكل في يوم من الأيام. وفي يوم من الأيام يا جماعة حبيت أساعد أحد المساجين، لدرجة إني سرقت ليه من البيت عندنا الطعام ومطرقة حديدية بتاع جوز أختي اللي هو بيحبني جدا وبيحبني أكتر من أختي. سرقت للراجل ده المسجون لأن بتعاطف مع أي حد، ولكن الراجل اللي ساعدته يا جماعة كان هيقتلني، ولكن ظهور الجنود على غفلة خلوه يسيبني، وبالرغم إنه خوفني كنت زعلان عليه. زعلان عليه بالرغم إن أنا ما كنتش أعرفه قبل كده، كنت زعلان عليه وتعاطفت معاه لدرجة إني ما اعترفتش عليه خالص لما سألوني الجنود عليه، وكنت عايز أقول لجو جوز أختي، ولكن كنت خايف يزعل مني لأن خدت المطرقة بتاعته الحديدية والأكل. كنت خايف يزعل مني لأنه هو صديقي. ودلوقتي يا جماعة خلصنا الفصل الأول، ونتقابل إن شاء الله في الفصل الثاني. وما تنسوش ذاكروا كويس وشيروا لأصحابكم.